مصر وغينيا في النهائي الإفريقي بعدما حسم موقعهما في أولمبياد لندن القادمة بعد الفوز على كل من مالي و... يضرب المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف واحد ويصل إلى نصف نهائي كأس مصر لمواجهة بيراميدز المتعطش للبطولات. الزمالك الذي عاد من بعيد بعد كبوات عديدة لمواجهة المقاولون العرب وحسم النتيجة كأفضل ما يكون. حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري بعد الاتفاق مع النادي الأهلي بينه وبين نادي الوكرة. حمدي فتحي الذي سيخضع إلى الكشف الطبي النهائي في نادي الوكرة خلال الأيام القادمة. النادي الأهلي يتخلص من محترفه البرازيلي برونو سافيو بعد شهور عديدة من ملازمته لدكة البدلاء بعد خلاف بينه وبين إدارة الأهلي بسبب المحترف البرازيلي الآخر. رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعلنها صريحة. كارلو أنشيلوتي سيكون مدرب السامبا في كوبا أمريكا 2024. الليلة وفي تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، النادي الأهلي يواجه الإسماعيلي في بطولة الدوري لحسم مؤجلاته وحسم بطولة الدوري الغائبة عن النادي الأهلي منذ عامين. هذه المباراة ودي ثقافة لازم الناس تعرفها، الجماهير للأندية الكبيرة هي كده. احنا الاهلي المصري لسه واخد السوبر امبارح، النهارده تقابل الجمهور الاهلي يقابل اللعيبه يقول له ايه؟ يقول له افريقيا، وبعد افريقيا يقول له الدوري. ما هو ده طبيعي، طبيعي لان دوم عايشين على البطولات، وده الطبيعي، وده الضغوط اللي لازم تتعتاد عليها كلاعب كبير وكلاعب في نادي كبير. المركز الثاني ليهم فشل، ما تقوليش البطل لا يشتكي، الثاني نفس الاخير. وبعدين انا الاوراوا ده مع احترامي للجميع فرقه عاديه، فرقة متواضعة بس منظمة، وخدت البطولة. اي بس ما ياخذ منك شوي عن موسيماني، لانه هو واجه نقد كبير جدا، راح للأهلي السعودي دلوقتي، صعد معاهم الى دوري روش الموسم القادم، ومتوقع ايضا انه يستمر موسيماني مع الاهلي ايضا. موسيماني من احد اعظم مدربين في تاريخ النادي الاهلي المصري. موسيماني في الفترة اللي خدها او اللي اجتازها اللي قعد مع بيها الاهلي المصري من اعظم المدربين في تاريخ النادي الاهلي المصري. عكس كلام وائل جمعه تماما. لا كل واحد له، صحيح اقول لك عكس، انا ما بقول فوق راسي وكل، لا انا اقول عكس يعني. انما الارقام بتقول، البطولات اللي حققها بتقول. احنا كنا في المباريات الكبيره مع موسيماني نحط رجل على رجل، لانه احنا عارفين انه هيعمل ايه. فده من افضل المدربين، شوف نعم، اللي دخلوا الدوري المصري وتاريخ النادي الاهلي المصري اللي بيتصدره هيدي كوتي، مانويل جوزيه، يجي في خلال نفس ممكن درجة أقل موسيماني. شوف شو قالك الكابتن، قالك نحط رجل على رجل، احنا مرتاحين.